مصطفى غرباوي رئيس مركز الشاطئ الغربي لسيدي فرج يجتمع بفريقه كل صباح لوضع اللمسات الأخيرة قبل بداية العمل. يقوم بعدها مصطفى بجولة تفقدية يعين فيها البحر وتزاول فرقته نشاطها. كل صباح عندنا ندخلوا الماء نشوفوا اسكو كاين كورو ما كاش كورو، كاين ليميديس ما كاش ليميديس، ما نعلقوا الاعلام تاعنا. فرق الحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر وزعت على طول 65 شاطئا 600 عون حرس شواطئ، غير أن الممنوعة منها للسباحة تعد أحد العوائق اليومية، خاصة وأن العديد من المصطفين يرتادون عليها باستمرار. فيما يخص على كل حال الشواطئ الممنوعة، فنذكروا الإخوة المواطنين أنه ما كاش فرق تاع الحماية المدنية، ما كاش الفرق تاع الأمن وإلى آخره. إذن لما يجيوا للشواطئ هذوما فراهم يعرضوا أنفسهم للخطر، وفي حالة ما يكونوا في خطر ما كانش يكون اللي يتدخل في اللحظة هذيك. عدم احترام بعض المصطفين للإرشادات والتعليمات استدعى التدخل أعوان الحماية المدنية أكثر من 46 مرة في أقل من شهرين. هذه العينة نموذج لتهور البعض، أين تكون العواقب في كثير من الأحيان وخيمة. قصت في الروشي. كيفاش قصت؟ الموجة قصت؟ إيه الموجة طلعت. موجة طلعت. كي جيت طالعة شوية صعيبة. طبعتني الموجة على الروش. فيما يخص الأماكن الصخرية، الناس اللي تروح تجازف بالحياة تاعها ويقول لك أنا نحب نعوم، يعني وين ما كاش الناس ونحب نعوم وحدي إلى آخره، فيقدر يعرض نفسه الشخص هذايا، ولا هم في الغالبية على كل حال شباب يقدروا يعرضوا أنفسهم إلى جروح أو في بعض الأحيان حتى إلى غرق. ودائما وبهدف حماية المصطفين خاصة في الأماكن التي يصعب على حراس الشواطئ الوصول إليها، تستعين الحماية المدنية بفرق الغطاسين. البيبار تاع لي زانتيفونسيون اللي يخدموهم في لي روشي بلايص تما اللي ما فيهمش الحمايه ما فيهمش لا سيكيورتي، عباك الناس يريسكيو بزاف يعوموا، لي جان تاعنا كامل يحبوا يعوموا في لي روشي. سجلت فرقة الحماية المدنية خلال شهري جوان وجويليا 46 تدخلا على مستوى 65 شاطئا بولاية الجزائر، 3 غرقى بالشواطئ الغير مسموحة للسباحة، وخصصت 600 عون حرس شواطئ منهم 32 غطاسا. وتبقى احترام تعليمات عوان الحماية المدنية وعدم اعتياد الشواطئ الغير مسموحة أكبر ضمان لسلامة المصطفين، وبالتالي قضاء عطلة بكل أمان.